واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها على عدة مناطق في غزة لليوم 79. هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 166 فلسطينيا على الأقل في غزة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء إلى 20,424 شهيدا منذ 7 أكتوبر. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت بطائراتها الحربية وقذائف مدفعيتها المنازل في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرفاعي واعتقلت عددا من الشبان وأخرجت النساء بقوة السلاح وسط إطلاق للنار بكثافة.